لا شك أن ساعات العمر أغلى من الدنانير والدراهم، لأن ساعات العمر تفوت ولا يمكن استرجاعها أبدا، وكل يوم يمضي فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا إلى الآخرة. فتسير الأيام وتنقضي الساعات وتمضي السنوات، وإذا بالإنسان تقدم هنا يا أخوان، وإذا بالإنسان ينتهي إلى الأجل المحتوم الذي قال الله تعالى عنه: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا كان هذا منزلة العمر وساعات العمر، فإن الواجب على العاقل فضلا عن المؤمن أن يستغل هذه الساعات بما خلق له أو فيما خلق له. والذي خلقنا له جميعا هو عبادة الله عز وجل، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.